صحيفة إيطالية: صفقات مشبوهة بين الميليشيات المهزومة في سبراتا بتنسيق حكومة إيطاليا والسراج. وعشرون سيارة مسلحة تصل إلى مديرية أمن سبها لتنسيق غرفة عمليات مشتركة مع القوات المسلحة. نشرة الأخبار من قناة ليبيا الحدث في بنغازي، أهلا بكم. وجه القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر إلى رئيس مجلس الوزراء عبد الله الثني خطابا أكد خلاله اهتمام القيادة العامة البالغ بالشهداء والمفقودين والجرحى، وذلك تقديرا لدورهم البطولي في الدفاع عن الوطن. هذا وتضمن الخطاب توجيه عناية الحكومة المؤقتة واجب الالتزام برعاية أسر الشهداء والمفقودين والجرحى ومنحهم المزايا والحقوق المقررة لهم طبقا للتشريعات النافذة. قامت غرفة عمليات صرمان برئاسة العقيد مبروك الحريزي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة وبدعم من الشباب المساند وأهالي صرمان بالمدينة، قامت بإخراج الميليشيات المسلحة والعصابات الإجرامية من مقراتها حيث فرت إلى مدينة الزاوية. هذا وسيطرت قوات غرفة عمليات صرمان التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة على معسكر طريق المصيف ومعسكر المساكن الشعبية. هنأ نائب رئيس المجلس الرئاسي المقترع علي قطراني الشعب الليبي وأهالي مدينة صرمان المجاهدة بتحرير القوات المسلحة المدينة من الجماعات الإرهابية وعودتها لأحضان الوطن بعد أن كانت مختطفة طيلة السنوات الماضية. ودعا القطراني في بيانه أهالي مدينة الزاوية العنقاء أن تحذو حذو المدن المحررة كصبراتة والعجيلات وصرمان، وأن تلتف حول جيشها البطل الذي لم ولن يتوانى في حمايتها وتحريرهم من هذه العصابات الإجرامية. وهنأ النائب علي القطراني القيادة العامة للقوات المسلحة والأبطال، أي أبطال أبناء المؤسسة العسكرية، ضباط وجنود والقوات المساندة لهم من المدن والقرى المجاورة، هنأهم بتحرير المدينة من الإرهابيين مترحما على أرواح الشهداء الذين ارتقت أنفسهم الزكية في سبيل تحرير الوطن من الظلم والإرهاب والتطرف. أصدر منتسب غرفة عمليات الجميل التابعة للقوات المسلحة بيانا أكدوا فيه رفضهم القاطع للميليشيات المسلحة مؤكدين دعمهم للجيش والشرطة. هذا وبارك منتسب الغرفة التابعة للقوات المسلحة أهالي مدينة صبراتة والشعب الليبي بتحرير المدينة من الميليشيات الإرهابية والعصابات الإجرامية. بيان غرفة عمليات الجميل في الوقت الذي نهني فيه أنفسنا ونهني أهلنا في مدينة صبراتة بالانتصارات التي حققها الجيش الليبي والقوة المساندة له ضد التنظيمات الإرهابية والعصابات المسلحة عليه، نحن منتسبي الغرفة الأمنية الشمال نؤكد رفضنا القاطع للميليشيات المسلحة ونؤكد دعمنا للجيش والشرطة ونبارك انتصارات الجيش في تحرير مدينة صبراتة والمضي قدما في تحرير ليبيا من التنظيمات الإرهابية. كما أكد منتسبو غرفة عمليات الجميلة التابعة للقوات المسلحة عزمهم على المضي قدما لتحرير كامل التراب الليبي من تلك العصابات الإجرامية والمتطرفة. نحن هدفنا تحرير الوطن والمضي قدما في تحرير ليبيا، ونشكر زملائنا الضباط وضباط الصف والجنود البواسل اللي وقفوا هذه الوقفة الجيدة، ونبارك لهم بانتصارات
الجيش الليبي في مدينة صبراتة، وإن شاء الله نحن عازمين لتحرير ليبيا من العصابات المجرمة والتكثيريين والإرهابيين اللي دنسوا أرض ليبيا ونهبوا ثرواتها وخيراتها، وإن شاء الله أن النصر لقريب بعون الله تعالى. نشرت صحيفة إل بوست الإيطالية تقريرا يحتوي على معلومات عن الميليشيات المسلحة التي كانت تسيطر على صبراتة ومدى حجم التعاون بين المجلس الرئاسي والحكومة الإيطالية والصفقات المشبوهة التي تمت بينهما. نشرت صحيفة إل بوست الإيطالية تقريرا عن خسارة الميليشيات المسلحة التي تتبع المجلس الرئاسي في صبراتة وتحالفت معها الحكومة الإيطالية، والتي هزمتها القوات المسلحة وحررت المدينة من العناصر الإجرامية والإرهابية خلال الأيام الماضية. الصحيفة الإيطالية أوضحت أن غرفة عمليات صبراتة مدعومة من القوات المسلحة بقيادة القائد العام المشير خليفة حفتر، وهي من حررت المدينة من قبضة تلك الميليشيات الإرهابية والإجرامية التي تحالفت معها إيطاليا وحكومة سراج لوقف تدفق المهاجرين وفقدت السيطرة على المدينة. التقرير الصحفي تضمن معلومات عن الميليشيات المسلحة التي كانت تسيطر على المدينة وتمتهن تهريب البشر وإيواء عناصر التنظيمات الإرهابية، كما تضم عناصرا أجنبية. كما تضمن معلومات عن مدى حجم التعاون بينها وبين المجلس الرئاسي والحكومة الإيطالية والصفقات المشبوهة التي تمت بينهما. يشار إلى أن الميليشيات التي دحرتها القوات المسلحة في صبراتة والتابعة للمجلس الرئاسي غير الدستوري كانت قد تورطت معها الحكومة الإيطالية وسهلت لها الأموال بدافع محاربة الهجرة الغير الشرعية، وهو ما لم يحدث. كما هددت الأمن القومي للبلاد عبر مختلف عمليات التهريب التي تمتهنها، ما دعا القوات المسلحة إلى محاربتها وفرض السيطرة على المدينة لفرض الأمن وحماية البلاد. كما تقترب القوات المسلحة من العاصمة طرابلس بعد أن سيطرت على مجمع شركة مليتر النفط والغاز ومدينة العجلات وأخيرا صرمال التي تبعد عن العاصمة طرابلس بمسافة 67 كيلومترا، ويقترب تحريرها من مختلف التنظيمات الإرهابية والإجرامية التي عاثت في البلاد فسادا. أكدت مصادر محلية مقتل 3 أشخاص في العاصمة طرابلس خلال يوم واحد في حوادث متفرقة جراء الفراغ الأمني وسيطرة الميليشيات المسلحة على العاصمة. وبينت المصادر أن نائب مدير مصرف الجمهورية فرع الظهرة سامي الخيتوني تعرض لإطلاق رصاص عندما كان متوقفا أمام إحدى المحلات، ما أدى إلى وفاته. وأشارت المصادر إلى مقتل رجل أمن يدعى علاء رمضان بالرصاص خلال مشاجرة مع محمود الخباط الملقب بالروسي وهو يتبع لميليشيات المجلس الرئاسي، وقتل أيضا خلال المشاجرة. استلمت مديرية أمن سبها عدد 20 سيارة مسلحة مقدمة كدعم من الحكومة المؤقتة. يأتي ذلك لدعم الأجهزة الأمنية في الجنوب الليبي وتكوين غرفة عمليات مشتركة بين مختلف الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة لفرض الأمن بالمدينة. هذا وكان رئيس مجلس الوزراء عبد الله الثني قد سلم الأسبوع الماضي لوفد مديري أمن عدد من مديريات أمن الجنوب الليبي نحو 40 آلية أمنية وأسلحة وذخائر وتجهيزات لوجستية للوفد لبسط الأمن في تلك المناطق. الآن وصلنا 20 سيارة لمديرية أمن سبها، وإن شاء الله في الأيام القريبة بصدد تشكيل غرفة أمنية مشتركة ما بين الجيش وما بين الأجهزة الأمنية الأخرى داخل مدينة سبها. نتمنى من سكان مدينة سبها التعاون معنا في سبيل استتباب الأمن في مدينة سبها. بدون تعاون سكان سبها مديرية أمن سبها ما تقدر تدير أي شيء. ضروري من تعاون الأهالي وعيان مدينة سبها مع مديرية أمن سبها.
حذر أهالي شهداء مجزرة قاعدة براك المدعو عبد الباسط قطيط المدعوم من جماعة الإخوان والمقاتلة الإرهابية، حذروه من محاولة الدخول إلى سبها بعد دعوات أطلقها الأخير للتظاهر في المدينة. وأكد أهالي شهداء مجزرة براك في بيان لهم انتماء قطيط إلى الميليشيات الإرهابية التابعة لسرايا إرهاب بنغازي وميليشيات القوة الثالثة المسؤولة عن ارتكاب تلك المجزرة. وحذر أهالي شهداء قطيط والداعمين لحراكه من نقل تحركاتهم إلى المنطقة الجنوبية، متهمين إياه بدفع المال لتحشيد المجرمين من كل حدب وصوب وبعض البسطاء. وأعرب أهالي شهداء مجزرة براك عن شكرهم لأهالي الجنوب لوقوفهم ومساندتهم لهم ورفضهم لدعوات قطيط للتظاهر في سبها، وإيصالهم رسالة للأخير بأنه غير مرحب به في أي وقت. نشرتنا متواصلة، ولكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا.
صوتكم الرافض لهيمنة قوى البغي والفساد والإجرام قد بلغ مسامعنا وفئتنا. نقول لكم بأن قواتكم المسلحة لن تخذلكم ولن يطول الانتظار حتى تعود طرابلس بإذن الله إلى حضن الوطن. أهلا بكم من جديد. قام جهاز الأمن الداخلي باعتقال مجموعة من الصحفيين التابعين لقنوات النبأ والتناصح وبانوراما والرائد التابعات للجماعة الإسلامية، حيث قامت هذه المجموعة بالتسلل إلى منطقة هون الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة في محاولة لاختراق المنطقة وبث تقارير كاذبة عن انقطاع البنزين والوضع الأمني في مدن الجفرة. يشار إلى أن هؤلاء الصحفيين تم التحقيق معهم وسحب المواد المصورة التي كانت توجد لديهم وتم إطلاق سراحهم بعد انتهاء التحقيقات. يذكر أن الجماعات الإسلامية عن طريق أذرعها الإعلامية تحاول اختراق مناطق القيادة العامة لبث الإشاعات والفتن الغير حقيقية. هذا وقامت القوات المسلحة بتحرير منطقة الجفرة من الجماعات الإرهابية التابعة لسرايا إرهاب بنغازي وبقايا داعش. ألقت الأجهزة الأمنية بمدينة مصرات القبض على عناصر مجلسي شورى بنغازي وأجدابي الإرهابيين وسرايا إرهاب بنغازي. بيان تأسيس سرايا الدفاع عن مدينة بنغازي. يبدو أن الدائرة بدأت تضيق شيئا فشيئا على أذناب الإرهاب وأذرعه في ليبيا، فها هي إدارة مكافحة الجريمة بمصراتة تلقي القبض على عنصرين مهمين سبق وأن وضعت أسماؤهم في قوائم الإرهاب الدولية. فكما أكدت مصادر أمنية رفيعة في مدينة مصراتة، فقد تمكنت إدارة مكافحة الجريمة من إلقاء القبض على آمر ما يعرف بمجلس شورى تحالف ثوار جدابية، وهو السعدي عبد الله ابراهيم بخزيم او ما يعرف بالسعد النوفلي. النوفلي له تاريخ طويل في العمل الارهابي، بدايه من اشتراكه مع مقاتلي تنظيم القاعده الارهابي في العراق قبل عودته الى ليبيا ليخدم كقيادي في ميليشيا انصار الشريعه. تراس السعدي عبد الله ابراهيم بخزيم الملقب بالسعد النوفلي عددا من التنظيمات الارهابيه الاخرى. يعد السعد النوفلي البالغ من العمر 36 عاما مؤسس وقائد ما يسمى بسرايا الدفاع عن بنغازي الإرهابية، وهي ميليشيا إرهابية تم إدراجها من قبل الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في يونيو الماضي، وله علاقة وطيدة جدا بقائد جماعة القاعدة الإرهابية مختار بالمختار والمتواجدة في مدينة جدابية. قتل السعد النوفلي بجانب مقاتلي القاعدة في العراق سنوات طويلة قبل عودته إلى ليبيا ليخدم كقيادي في ميليشيا أنصار الشريعة، وفي مارس 2017 شارك النوفلي في هجوم من قبل الميليشيات الإرهابية على المنشآت النفطية الليبية غرب بنغازي. وفي عام 2015 تم استهداف مختار بالمختار بضربة جوية من القوات الأمريكية غرب بنغازي في اجتماع لأنصار الشريعة وقيادات لميليشيات أخرى في مزرعة تابعة للسعد النوفلي، وذلك وفقا لما نشرته تقارير وسائل إعلامية إقليمية. وتورط النوفلي في واقعة احتجاز 20 مصريا ينتمون لإحدى قرى مركز سمالوط بمحافظة المنيا قد تعرضوا للاختطاف من قبل ميليشيات مسلحة، ونجحت الأجهزة الأمنية المصرية بالتعاون مع السلطات الليبية الشرعية في تحريرهم بعد اختطافهم 10 أيام، حيث داهمت قوات الكتيبة 21 حرس الحدود مدينة جدابية وهاجمت السعد النوفلي الذي تورط في اختطاف الشباب المصريين. بريك المصرية هو الشخص الآخر الذي تم إلقاء القبض عليه من قبل إدارة مكافحة الجريمة بمصراتة، وهو قيادي بميليشيا ما يسمى مجلس شورى ثوار جدابية. يلقب بريك مازق البالغ من العمر 37 عاما بالمصرية نسبة إلى جنسية والدته. يقول المقربون منه إنه كان شابا عاديا يميل إلى الانطواء في مراحل شبابه المبكرة، وعمل لفترة من الوقت جزارا
قبل أن يقرر السفر للقتال في العراق، ثم ألقي القبض عليه ليتم ترحيله وتسليمه إلى السلطات الليبية آنذاك. كان مازق أو المصري أحد المسجونين في سجن بوسليم، ثم أفرج عنه عام 2010 ولمع اسمه مجددا أثناء المواجهات المسلحة التي شهدتها مدينة جدابي عام 2011، ليعود بعد ذلك عنصرا فعالا في ميليشيا مجلس شورى إرهابي جدابي. المصادر الأمنية قالت أن عملية القبض تمت في مزرعة بمنطقة السكت جنوبي مصراتة، وهي منطقة تضم مساحات زراعية خاصة وأخرى كغابات يستخدمها السكان للتنزه. وبحسب ذات المصادر، فقد أصيب خلال المداهمة عنصرين من إدارة مكافحة الجريمة، يرقد أحدهما في حالة حرجة بغرفة العناية في أحد مشافي مصراته. تأتي هذه المداهمة ضمن سلسلة من عمليات القبض التي تقوم بها إدارة مكافحة الجريمة في مصراته، على خلفية الهجوم الذي شنه تنظيم داعش الإرهابي على مجمع المحاكم. وتكشف خيوط أولية في التحقيقات تربط بين منفذي الهجوم ومجموعات ميليشيا شورى بنغازي وجدابيا، ميليشيا سرايا الإرهاب المتواجدة بالمدينة. صالح العيش، ليبيا الحدث. شهدت بوابة الجرفان تشكيل غرفة مشتركة بين الجيش والشرطة في تمركز الجرفان بين مديرية أمن مساعد وقيادة المنطقة العسكرية البطنان. الجدير بالذكر أن بوابة الجرفان تعد أهم النقاط الحدودية مع مصر. أولا وقبل كل شيء، نترحم على شهدائنا الأبرار وندعو الله العزيز القدير الشفاء العاجل لجرحانا وعودة المفقودين. نحن اليوم ومن أمام تمركز بوابة الجرفان، بناء على تعليمات السيد القائد العام، نؤكد ونلتزم كجيش وشرطة، الجيش المتمثلة في قيادة المنطقة العسكرية البطنان، والشرطة المتمثلة في مديرية أمن مساعد ومديرية أمن بر الشعب وباقي الأجهزة الأمنية، نؤكد على أننا جنبا إلى جنب ويدا بيد كما كان زملائنا في محاور القتال. ها نحن هنا في محاربة الظواهر السلبية والخارجين عن القانون، وعلى استعداد لإعطاء أرواحنا أسوة بزملائنا الشهداء رخيصة من أجل الوطن. ونقول لكل المارقين والخارجين عن القانون، لا مكان لكم في ليبيا، ولا بد من ليبيا آمنة ومطمئنة بجيشها ورجال أمنها. وصف رئيس لجنة الحوار عن مجلس النواب عبد السلام نصي الأفكار التي طرحها مجلس النواب في جلستيه الثلاثاء والأربعاء بالمطمئنة والإيجابية والهادفة إلى تشكيل مجلس رئاسي قوي وفعال للمرور بالدولة إلى مرحلة الانتخابات. هذا واعتبر نصي مجلس النواب قد أنجز ما عليه من خلال حسم النقاط الخلافية، ومنها المادة الثامنة من الاتفاق السياسي، ما يمهد إلى إنجاح الحوار السياسي على حد تعبيره. أو المواضيع اللي كانت عليها جدل، أو المواضيع اللي كانت ما فيهاش ما وصلناش فيها إلى تفاهمات معينة، وكانت هناك عدة خيارات مطروحة سواء من البعثة أو من أطراف الحوار، زي موضوع المادة الثمانية اللي هو الفقرة 2 يعني من المادة الثمانية اللي هي اختصاصات القائد الأعلى. وأمس كان فيها نقاش معمق جدا، نقاش جدي، نقاش واعي، يعني نقاش كان من خلال النظر إلى الاتفاق السياسي بصورة عامة، النظر إلى أحوال البلاد، النظر إلى المرحلة القادمة، إلى التمهيد إلى الانتخابات القادمة. وبالتالي يعني اتخذ فيها مجلس النواب قرار بالتأكيد على إلغاء المادة 8 من الأحكام الإضافية، يعني انسجاما أو مع قرار السابق. أيضا فيما يخص مهام القائد الأعلى، يعني وافق مجلس النواب أنها تكون من ضمن اختصاصات المجلس الرئاسي، ولكن اشترط أن أي القرارات هذه لابد وأن تكون عليها مصادقة من قبل مجلس النواب. اليوم أيضا في آلية اختيار المجلس الرئاسي كان النقاش، طبعا الموضوع هذا أيضا لم يحسم، اليوم كان نقاش جدي حول هذا الموضوع، طرحت آراء عديدة، احنا كنا نحتاج إلى أفكار، نحتاج إلى آراء أعضاء مجلس النواب.
اليوم تقريبا شبه كانت هناك ثلاث أو أربع أفكار لطرح. الحقيقة كلها هذه الأفكار اللي طرحت اليوم الشيء المطمئن كلها تهدف إلى أن يكون هناك مجلس رئاسي قوي، مجلس رئاسي فعال، مجلس رئاسي يمثل كما ذكرنا دور الأب الحاضن لهذه الدولة للمرور بها إلى مرحلة الانتخابات. حقيقة يجب أن لا يكون هذا المجلس متناقض، يجب أن يكون المجلس من يصل أن يكون لديه القدرة السياسية، لديه القدرة على لم الشمل الليبيين، لديه القدرة على المصالحة، لديه القدرة على التعامل مع القضايا الحقيقية، لديه القدرة على توحيد المؤسسات والدفع باتجاه، يعني نحن نرغب في مجلس غير متناقض بالرغم من أنه يتكون من رئيس ونائبين، ولكن نحن نحتاج إلى أن يكون يمثل دور الأب لهذه الدولة وأن يتناغم مع كل الأجسام اللي موجودة. قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب حميد حومة بأن جلسة اليوم تأتي استكمالا لمناقشة مخرجات لجنة الحوار، حيث تم تناول آلية اختيار المترشحين للمجلس الرئاسي، وأضاف بأنه تم الاتفاق على ثلاثة أو أربعة خيارات سيتم نقاشها مع أعضاء المجلس الاستشاري للدولة الأسبوع القادم في العاصمة التونسية، مبينا أن أعضاء مجلس النواب أبدوا ارتياحهم حول بقية ما ورد في محضر اجتماع لجنة الحوار في تونس. طبعا استكمالا لجلسة الأمس لمناقشة مخرجات لجنة الحوار، بتوفيق من الله تناولنا آلية اختيار المترشحين للمجلس الرئاسي، والحمد لله توافقنا على ثلاث خيارات أو أربع خيارات تتم مناقشتهن مع أعضاء مجلس الدولة الأسبوع القادم في تونس. نتمنى التوفيق للجنة الحوار، نحن كنا ثقة في كل أعضاء لجنة الحوار عن مجلس النواب. أيضا أبدأ أعضاء مجلس النواب ارتياحهم عن بقية ما ورد في محضر اجتماع لجنة الحوار في تونس. بالأمس طبعا تحدثنا باستفاضة في ما يخص المادة الثامنة، واتخذنا فيها قرار كان بالإجماع أو بأغلبية أعضاء مجلس النواب. نتمنى للجنة الحوار التوفيق للخروج بليبيا من هذا المأزق، ونحن كلنا ثقة في أن حيكونوا قد المسؤولية. شكر لكل من ساهم معنا في أو أثرى نقاشنا في داخل الجلسة اليوم. نتمنى لهم التوفيق للجنة، ونتمنى أن الأسبوع القادم نسمع أخبار طيبة تلم وتجمع شمل الليبيين. وقال عضو مجلس النواب عمر غيث إن جلسة مجلس النواب استكملت اليوم مناقشة تعديلات الاتفاق السياسي والمتعلقة بآلية واختصاصات السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية من مخرجات الجولة الأولى من الحوار السياسي بتونس. ما حدث في جلسة اليوم هو النقاش حول آليات اختيار المجلس الرئاسي، والحمد لله بفضل من الله سبحانه وتعالى تم التوافق على عدة خيارات، وإن شاء الله تكون هذه الخيارات أو تختار لجنة الحوار إحدى هذه الخيارات في لقاها في تونس. حقيقة الوضع في ليبيا لا يسمح لأن تستمر هذه الحالة من التشدي، نامل أن نصل إلى حل خلال الأسبوع القادم في حوار تونس. الخيارات المطروحة تترك مساحة للجنة الحوار في تونس للنقاش والمحاورة، وهذه المساحة تستطيع من خلال اللجنة أن تصل إلى حل مع الفريق المحاور لها. نامل أن كل الليبيين يغلبوا العقل ويغلبوا مصلحة الوطن ويغلبوا مصلحة المواطن الليبي. حقيقة المواطن أصبح يعاني بشكل كبير، ولا نريد أن نساوم ونغالي بهذه الكلمة، ولكن هذا الواقع. نامل أن خلال الأسبوع القادم يتم الاتفاق، وطبعا لجنة الحوار لدينا فيها ثقة كبيرة جدا، تستطيع أن تناور، تستطيع أن تحاور وتفاوض وتصل إلى
أقرب حل توافقي يتوافق مع معظم اتجاه معظم النواب. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يعم أو نصل إلى حل من خلال توحد مؤسسات الدولة الليبية وحكومة الليبية، وأن يستطيع من خلال الفترة الانتقالية اللي هي وإن كانت فترة وزيزة لمدة سنة، أنا لا أرى أن هذه الفترة قليلة، لأن الحكومة لا تستطيع أن تعالج فيها كل المختلقات، ولكن إن شاء الله بعد سنة نصل إلى الانتخابات وإلى المرحلة الدائمة ومرحلة الدستور، وبذلك نعبر بليبيا إن شاء الله من هذه المحنة. أكد أهالي وأعيان منطقة البياضة بجميع تركيباتها تأييدهم للحملة الشعبية لتفويض المشير خليفة حفتر لتولي رئاسة البلاد 4 سنوات لإخراجها من الأزمات الحالية التي تعانيها. وأضاف الأهالي في بيانهم دعمهم الكامل للقوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب، مطالبين كل المدن والمناطق الغربية بطرد الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية التي عاثت فسادا في البلاد. وجه وكيل وزارة الخارجية بحكومة السراج طارق شعيب رسالة إلى رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي غير الدستوري، أوضح فيها ما قال إنه يجري في كواليس الوزارة. واتهم شعيب في رسالته وزير خارجية السراج محمد سيالة بارتكاب عدة مخالفات وتجاوزات خلال فترة عمله وتقلده لمنصبه، كانت أولها حرصه على تنفيذ قرارات خارجية حكومة الإنقاذ. أفرغت ناقلة الوقود أنوار ليبيا حمولتها من الوقود عبر المنصة النفطية التابعة لشركة لبريغاي تسويق النفط بعد أن رست في ميناء بنغازي لأول مرة منذ 3 سنوات. للمرة الأولى منذ أكتوبر 2014 رست ناقلة محملة بالوقود بميناء جليانا في بنغازي، بعد أن أنهت شركة لبريغا لتسويق النفط إنجاز أعمال الصيانة والتأهيل لرصيفها النفطي واستئناف عمليات استلام الوقود. يعني تقريبا 2 شهر بالضبط في وقت قياسي استطعنا ولله الحمد تجهيز طبعا الخطوط اللي شفتها، وجرينا ولله الحمد يعني عمل متواصل صباحا مساء، يعني كل الشباب كل مستخدمي الشركة لبريغا ليس التسهيلات البحرية فقط. يعني موظفي شركة لبريغا كانوا باستقبال الناقلة أنوار ليبيا المحملة بوقود البنزين، وباشروا بتجهيزات الرباط وضخ الحمولة، وهي شحنة تتكون من 13.5 مليون من البنزين إلى خزانات مستودع راس المنقار فور رسول الناقلة أنوار ليبيا من خلال الأنابيب الأرضية. بدينا في التفريغ الشحنة جايين من طرابلس، وصلنا الليل مؤخر معناها الساعة 2 الصبح، كملنا رباط وبدينا في التفريغ مع الساعة 6 الحمد لله، والأمور تمام والشباب ما قصروش، أشهد بالله الحق والله شباب 100 100. الله يمد بينا ولا بيدينا نبنوا البلاد ونبدو بنغازي لعند ربوع ليبيا كلها إن شاء الله. ناقلة الوقود أنوار ليبيا ستتبعها أخرى تحمل أكثر من 40 مليون لتر من المادة ذاتها، الأمر الذي سيسهم في حل أزمة الوقود الراهنة، كما بدأ الميناء عمله بشكل اعتيادي بفضل جهود أبناء القوات المسلحة في تحريره وحمايته ومجهودات كافة العاملين فيه الذين سابقوا الوقت لتعود بنغازي إلى الحياة من جديد. أهني القيادة العامة
بهذا الانتصار ومجيء هذه السفينة، وهني القوات المسلحة أيضا وهي اللي قامت بحماية وجعل هذه السفينة تدخل لهذا المكان، ونحن الآن في أمن وأمان والحمد لله. هذه أول سفينة تدخل للمياه وتدخل للميناء، وإن شاء الله بعد يوم أو يومين حتتوالى السفن أيضا. خطوة تأتي بعد 3 سنوات على التوقف العملي في الميناء عقب المواجهات التي دارت بين القوات المسلحة والجماعات الإرهابية في بنغازي. بنغازي صامدة والحياة تعود إليها بشكل تدريجي بفضل جهود رجال الوطن والشهداء الذين قدموا أرواحهم خلال الفترة الماضية. بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبد الله الثني في مكتبه بمقر الحكومة المؤقتة في منطقة غرنادا، بحث آليات دعم مديرية أمن توكرا خلال استقباله لمديرها العقيد رافع البرغثي. وطلع رئيس مجلس الوزراء عبد الله الثني باعتباره وزير الداخلية المكلف أوضاع المديرية وعملها ضمن النطاق الجغرافي الممتد من المرج شرقا وحتى بنغازي غربا، وما تعانيه المديرية من نقص في الإمكانيات من الآليات والأسلحة والذخائر وغيرها من الأجهزة الأمنية واللوجستية. وتعهد الثني خلال الاجتماع الذي حضره مدير الإدارة المالية في وزارة الداخلية نور صحيب بتقديم كل الدعم لهذه المديرية حتى تتمكن من أداء واجباتها المنوطة بها خلال هذه المرحلة. التقى وزير الصحة رضا العوكلي مع وفد من جنوب إفريقيا، حيث بحث الجانبان التعاون المشترك بين البلدين وسبل دعم القطاع الصحي الليبي. وأشاد العوكلي خلال اللقاء بالدور الكبير الذي تقوم به جمهورية جنوب إفريقيا لإيجاد حل سياسي في ليبيا ودعم القطاع الصحي، مشيرا إلى مستوى التعاون بين البلدين في شتى المجالات. وأضاف أن التطور الملحوظ في المستشفيات بجنوب إفريقيا يضاهي التطور في المستشفيات الأوروبية، وأن التعاون بين البلدين في القطاع الصحي لا يتأتى بتلقي العلاج للمرضى الليبيين فقط، موجها الدعوة إلى المهتمين بقطاع الصحة في جنوب إفريقيا إلى زيارة ليبيا وتفعيل اتفاقيات التعاون الخاصة بالتدريب في المستشفيات لرفع الكفاءات واستكمال كل الاتفاقيات في مجال الصحة. في مدينة بنغازي واصلت بلدية بنغازي حملة النظافة للأسبوع الثاني على التوالي في المدينة الجامعية، وتستمر الحملة التي انطلقت بدعم ومساهمة من بلدية بنغازي لدعم الجامعة لكي تتمكن المدينة الجامعية من استقبال العام الدراسي الجديد. شملت الحملة التي تتواصل بشكل مستمر إزالة مخلفات الحرب وأثار الدمار جراء الحرب التي خلفتها التنظيمات الإرهابية التي كانت متحصنة في المدينة الجامعية. كما تأتي الحملة ضمن سلسلة حملات النظافة التي تباشر فيها بلدية بنغازي وفق خطة معدة من قبل إدارة المتابعة وضمان الجودة في ديوان البلدية. ختام النشرة، لم يتبقى إلا التذكير بالعناوين. غرفة عمليات الجميل بالقوات المسلحة تبارك تحرير صبراتا من الميليشيات. صحيفة إيطالية، صفقات مشبوهة بين الميليشيات المهزومة في صبراتا بتنسيق حكومة إيطاليا والسراج. و20 سيارة مسلحة تصل إلى مديرية أمن سبها لتنسيق غرفة عمليات مشتركة مع القوات المسلحة. ولمزيد من الأخبار تابعوا قناة ليبيا الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، يوتيوب وتليجرام، وبإمكانكم تحميل تطبيق ليبيا الحدث عبر هواتفكم المحمولة. كما يمكنكم متابعة البث الحي والمباشر على موقع القناة الرسمية ليبيا الحدث .tv. شكرا للمتابعة وفي أمان الله.